سبحان الله العلي العظيم، لا إله إلا الله، سبحان الله، ما شاء الله، تبارك الله. هذه السحابة العملاقة قادمة من الشمال باتجاه محافظة بيش، اليوم 31 من شهر يوليو 21 من شهر ذي الحجة. نسأل الله أن يجعل فيها الغيث والبركة، ونعطينا خيرها ونكفينا شرها. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الله العلي العظيم. أجل المطر الغزير الحين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله يجعلها خير وبركة إن شاء الله. لقطة مباشرة من جريان الشعاب عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مركز الخلاوية بمحافظة بيش بجازان السبت 31 من شهر يوليو والواحد والعشرين من شهر ذي الحجة. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. يحيى الفارسي يحييكم.
شاء الله تبارك الله هذه الجموع الغفيرة في انتظار وصول سيل وادي سر الذي أوشك على الوصول عقب الأمطار الغزيرة اليوم السبت 31 من شهر يوليو. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يجعل هذه السيول إن شاء الله انباتا للزرع والثمار بإذن الله. يحيى الفارسي يحييكم. ما شاء الله تبارك الله وصول سيول وادي سر بمحافظة بيش ما شاء الله تبارك الله. الله سبحان الله العلي العظيم. سيول جارفة في وادي سر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله لقطة لسيول وادي سر بمركز الخلاوي بمحافظة بيش عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم السبت 21 من شهر ذي الحجة. تحية من محبكم.